حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، حاء، وحدثنا إسماعيل، قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله، من المغرم قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف